أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في الأسبوع الثاني من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على مفهوم البيع وأيضا على الحقوق التي أقرتها الوثيقة ليهود المدينة المنورة. البيع عزيزي الطالب هي من المعاملات التي يحتاج إليها الناس في حياتهم لتأمين حاجاتهم، وقد وضع الإسلام لهذا العقد من الأحكام ما يضمن تحقيق مصالح الناس. فمفهوم البيع عزيز الطالب هو نقل ملكية سلعة إلى الغير مقابل مال، وقد تكون عملية النقل مبادلة سلعة بنقد وتسمى البيع المطلق، مثل بيع كتاب بعشرة دنانير، أو مبادلة سلعة بسلعة وتسمى المقايضة، مثل بيع سيارة بقطعة أرض، أو مبادلة نقد بنقد وتسمى الصرف، مثل بيع 10 دولارات بسبعة دنانير. والمال عزيز الطالب هو كل ما له قيمة مادية، مثل البيت، السيارة، العملة النقدية، والذهب والفضة. إذا البيع هو نقل ملكية سلعة إلى الغير مقابل مال. أما حكم البيع وحكمة مشروعيته عزيز الطالب، يعقد البيع من أكثر يعد عقد البيع من أكثر العقود تداولا بين الناس، وقد شرعه الله تعالى لحكم عديدة، منها توفير سبل المعاش للناس، وأيضا تأمين احتياجات الناس وتسهيل حياتهم. هناك شروط عزيز الطالب صحة البيع. لصحة عقد البيع شروط، يجب أن تتوافر كي يكون العقد صحيحا. من هذه الشروط أن يكون العاقد أهلا لإجراء العقود، أي بأن يكون بالغا عاقلا، ويجوز بيع الصغير المميز إذا كان عمره أكثر من 7 سنوات إن أجاز له وليه البيع. أما إذا لم يكن العاقد أهلا لتصرف المال كالمجنون والسفيه والصغير غير المميز، فلا ينعقد بيعه. أن يكون العاقد راضيا، فلا يصح مثلا بيع المكره وهو المجبر على فعل شيء أو تركه. أيضا أن يكون العاقد مالكا للبيع، وأن يكون المبيع مشروعا ومعلوما. مشروعا بأن يكون مما يجوز التعامل به، فلا يجوز بيع الخمر والمخدرات وسائر المحرمات. معلوما بأن يكون كل من الثمن والمبيع معلوما، فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مجهولا. إذا عزيزي الطالب، هناك أيضا آداب البيع. للبيع آداب كثيرة حث عليها الإسلام: الصدق في التعامل، تجنب الحلف لو كان الحالف صادقا، وعدم استغلال حاجات الناس، والسماحة والتفقه في أحكام البيع. عزيزي الطالب، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة المنورة. قبل الهجرة النبوية الشريفة كانت تسكن المدينة المنورة مجموعة من القبائل العربية إضافة إلى اليهود. وعند هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كتب وثيقة المدينة التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع. المسلمون من قبيلتي الأوس والخزرج الذين سموا فيما بعد الأنصار، وكذلك المسلمون الذين هاجروا إليها قبل وصول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين سموا فيما بعد المهاجرين. اليهود من قبائل بني قنيقاع وبني النضير وبني قريظة. المشركون من أهل المدينة المنورة. هنا لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة كانوا يسكنوا المدينة المنورة، وقد كتب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقة عامة تنظم العلاقة بين هذه المكونات على أساس السلم وحق الجوار والمواطنة. ومن الحقوق التي أقرتها الوثيقة ليهود المدينة المنورة حق المواطنة والتعايش السلمي، حق الاعتماد والتدين، حق الأمن والتنقل، وحق المساواة. حق المواطنة والتعايش السلمي، فلليهود مثل ما للمسلمين من الحقوق عليهم تجاه المجتمع وواجبات عامة، أيضا بممارستهم عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم الدينية. حق الأمن والتنقل، وذلك بالعيش بلا خوف على أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم في الإقامة وفي السفر. حق المساواة، أفراد المجتمع جميعهم أمام القانون سواء من حيث المعاملة وعصمة الدماء. إذا عزيزي الطالب، هذه الحقوق التي أقرتها الوثيقة ليهود المدينة المنورة. أما الواجبات التي تضمنتها الوثيقة على اليهود في المدينة المنورة: التكافل الاجتماعي والدفاع عن المدينة واحترام سيادة القانون.
وأيضا هناك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على دعوة اليهود للإسلام ولا يفوت فرصة يمكن أن يبلغهم فيها دين الله تعالى إلا وفعل. من أمثلة على ذلك محاورتهم، زيارة مرضاهم، الأكل من طعامهم وتلبية دعوتهم. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.